قوي 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 قد العالم مساء العسل مساء الفل مساء الفرحه مساء البهجه مساء التفاؤل مساء الحب مساء القوه مساء كل حاجه حلوه وطعمه وجميله وزي القمر يا قمر مساء فل على امي وعلى حبيبتي وعلى صاحبتي وعلى جارتي وعلى بنتي مساء العسل عليكم جميعا من غير ضرب ومن غير ما نحدف طوب ومن غير ما تكونوا قافشين عليا انا عارفه ان انتوا متضايقين جدا 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 ان احنا ما طلعناش يوم السبت اللي فات وانا قلت لكم انه انا ما بطلعش على على الهوا علشان الشديد القوي بصراحه انا صحيت يوم السبت درجه حراره عاليه جدا مع الكلى كوكتيل فخفخينه مش قادره اقول لكم ايه بهدلت حقيقي حاولت ان انا يعني حاولنا كلنا ان احنا نطلع من الحلقه بس ما قدرناش حتى زرنا للساده الضيوف واجلنا الحلقه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي حقكم عن راسي والله العظيم كان غصب عني وشفت الكومنتات شفت التعليقات وشفت ليها ردوه ومش ليها ردوه وكذا فانا بقول لكم وحفضل دايما اكد عدم طلوعي على الهواء على شاشه سي بي سي سفره بيبقى للشديد القوي بجد انتوا بقى تاني ما حشتوني بقى بجد بقى انتوا بجد بجد وحشتوني ااا أه أول 10 دقايق بتبقى عشانك ليكي نمايه حكايه وهكذا أنا عارفه إن احنا مستعجلين جدا على ده لكن خليني الأول أقول إنه احنا هنعوضكم عن غياب يوم السبت اللي فات بخطه محترمه جدا لبرنامج هي وبس في 2019 احنا اشتغلنا عليها الأسبوع ده مش هحرق منها ولا فقره يا رب تعجبكم قبل ما كمان هنتكلم عن المشاكل عايزه اتكلم عليك عايزه اقولك على حاجه مهمه جدا عايزك تبدأي بنفسك أنا عايزاكي تبدأي بنفسك عايزة كل واحدة ست عندها اكتئاب أرق مضايقة مصيبة سايبة خطيبها أو جوزها لا قدر الله أو كذا إن هي تبتدي تغير من شكلها أنا طول الوقت طول الوقت أول لما بحس بطاقه سلبيه او لما بحس انه في حاجه كده داخله عليا مش مظبوطه كده وهندخل ان شاء الله بعد الشهر لا قدر الله يعني في مود اكتئاب او معامل اي حاجه غير لون شعري زي ما انتم شايفين كده حضرتك اغير القصه اركب اكستنشنز اشيل احط اعمل رموش احاول اغير في شكلي اخس يعني احنا انا عارفه ان انتوا واخدين بالكم ان انا اول لما اه على طول رايحه عامله ريجيم عشان اتشفت عشان لما اقف قدام مرايه ابقى مبسوطه بنفسي ابقى فرحانه بنفسي احنا مش لازم نخس عشان نتجوز ومش لازم نهتم بنفسنا عشان راجل ومش لازم نجيب صباع روش جديد عشان لما يشوفني يقولي حلو قوي مش لازم انا بقى اللي لازم انا اول اولوياتي انا اول اهتماماتي انا لما هبص النهارده في مرايه هكون راضي عني الحياه هتكون سعيده ولطيفه لما هبص في مرايه ومش هكون راضي عني هيجي اكتئاب زياده عشان خاطري خسي انا عارفه انه صعب انا عارفه انه في ناس كتير قوي بيبقى عندها غد بيبقى عندها مشكله بيبقى عندها سرعه الحرق بتبقى قليله وكذا بس احنا هنحاول مع بعض الأسبوع ده ان شاء الله باذن واحد احد آه يعني خدنا النهارده لو قفلنا يعني دي للاخير بكره ان شاء الله او بعده يعني هتبقى الاسبوع ده او الاسبوع اللي جاي هنفتح آه عدد آه عدد محترم للسيدات اللي عايزه تخس وما عندهاش امكانيه ماديه ان يعني هي تروح لدكتور هنوديهم احنا للدكتور آه هديه مننا ومنه ليكم ان شاء الله نخش بقى في اول 10 دقايق بساعة اسراد وعسكر ومعانا اول النهارده مشكله او قصه حاجه غريبه جدا راجل لطيف 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 أديه لطيف وظريف ودمه خفيف وبيلبس شيك ولسانه حلو وجميل بس هو عنده مشكلتين يا حبيبي مشكلتين مخطوب لبنوته حلوه وهي دي صاحبه المشكله هو بس لما بيخرجوا مع بعض انا بقى عارفين حسب حاضر على الارض بعد كده هم لما بيخرجوا مع بعض بس هو بيقسموا الفلوس بتاعه الشيك مع بعض يعني هم لو بياكلوا ب 100 جنيه هيقول لها يلا بقى طلعي 50 جنيه من جيبك وممكن معاكي 10 جنيه تبس عشان انا مش لاقي في جيوبي معاكي 10 جنيه بس فكه عشان نديها للولد الجرسون اللي جاب لنا الحاجات وكده هدايا زيرو ورد مش موجود طيب ال رضوى هو معاه فلوس كتير قوي وراكب عربيه محترمه جدا ومعاه فلوس في البنك وعنده امكانيه ماديه عظيمه بس هو حبيبي مع فكره انه المشاركه في الحياه حلوه إنه زي ما إنتي بتطالبي بحريتك وإنتي بتشتغلي ومعاكي فلوس ومعاكي كذا يبقى احنا ندفع مع بعض ندفع مع بعض <تصفيق> <تصفيق> يعني إنتي تاكلي على حسابك وانا اكل على حسابي انت تخرجي على حسابك وانا اخرج على حسابي نخش السينما إنتي تشتري تذكرتك وانا اشتري تذكرتي ايه حلاوتك دي ايه الحلاوه دي ما ليه ربنا قال أه 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 وبما أنفقه ده هو اللي قال بقى مش انا اللي بقول مش رضوى الشربيني اللي بتقول يعني انت حضرتك هيبقى لازمتك ايه يعني حضرتك يعني حضرتك لا بتجيب هدايا ولا ود ولا مش عارفه ايه ولا فلوس فدلوقتي يا رضوى انا زهقت وتعبت وياما نبهت وقلت له هات لي ورده هات لي هديه هات لي مش عارفه ايه هات لي ايه ويقول لي اه طبعا وحاضر والكلام اللي انا بقوله لك اني بحبك وانك وحشتيني اهم من هدايا الدنيا واهم من ورد. يا سيدي كلامك على راسي كلامه على راسي بس في حاجه اسمها ورده 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 انا مش عارفه الورده بقت بكام دلوقتي بس يعني ها. ورده بجنيه باثنين بخمسه بعشره خمسة وعشرين جنيه الوردة دلوقتي بقت بس انا بشتري بال وبطلته كمان بكام؟ 15 جنيه الوردة بقت ب 15 شكرا وردة ب 15 جنيه وردة رضوى اكمل معاه ولا ما اكملش معاه لا 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 ما معايا معايا ايه هتيجي تولدي هيقول لك ندفع آآ آآ حساب الولاده بالنص هي مش بنتك زي ما هي بنتي هتيجي تجيبي كرتونه ميه هيقول لك ندفع كرتونه الميه بالنص هي مش ميتك زي ما هي ميتي هتيجي تاكلوا الفرخه هيتم دفع نص تمن الفرخه ايه يا ماما المصيبه السودة دي ده يطلق عليه مش البخيل ده يطلق عليه النطع عفوا ايه يا جماعة ده انتوا بتقولوا ايه لا بصوا ده هو ربنا اللي قال بما انفقوا ده اوبشن ده المفروض البلت ان بتاعه هو شفت البلت ان بتاعه خلاص احنا مش عايزين وخلاص مع السلامة يعني هو المفروض ربنا قال وبما انفقوا اصرفوا عليهم اكرموهم ادلعوهم لكن هيقعد لي ايه بحبك بس هاتي 50 جنيه وحشتيني انت ما دفعتيش ثمن تذكره السينما امبارح يا روح قلبي عليكي هنجيب ال البيت انت النص وانا النص بجد بوسه كبيره البابا بمنتهى الادب منتهى الاحترام باي باي يا حبيبي ما كانش ينعز انا اسفه انا عايزه راجل زي ما بيقولي كلام حلو يجيب لي حاجات حلوه انا عايزه راجل آه زي ما بيحافظ عليا وياخد باله مني يصرف عليا ده واجبك يا حبيبي ربنا سبحانه وتعالى قال كده طب هنقسم الشبكه مع بعض يا حبيبي ولا هنعمل ايه بابا لا انا اسفه جدا مع الف سلامه والباب يفوت جمل اوكي معايا هاجر يا هاجر ازيك يا جوجو السلام عليكم ازيك يا رضوى عليكم السلام يا روح قلبي ازيك أنت الحمد لله كويس انت اخبارك ايه؟ انا كويسه يا فل. بقول لحضرتك انا عندي بس مشكله عايزك تحلها لي. اتفضلي يا منى. احلها لي دي يا ابويا ثانيه بس ثانيه ثانيه. انا ما بحلش مشاكل انا بديكوا بس رأيي يعني انا بحب رأيك والله انا رأيي من, رأي من رأيك اصلا. اي لاف يو اتفضلي. فبقول لحضرتك انا عندي 20 سنه متجوزه وانا عندي 18 ومعايا دلوقتي ولد دلوقتي حصلت مشكله بيني وبين جوزي بسبب اهل جوزي طبعا لا انت بتتكلمي بسرعه هاجر هاجر بتتكلمي بسرعه حصلت مشكله ما بين جوزك بسبب اخته اوكي اخته كانت قالت في البيت ان انا بقول عليكم ان انتوا حراميه <applause> لاهل بيتي بس انا متجوزه بيت عيله فقال لي دلوقتي تنزلي تكلمي اختي وتبصي دماغها وتطلحيها قلت له مش مكلمه اختك هي في حالها وانا في لقيته بيقول لي خلاص انت طالق بيت وانت في الشارع بره وراح راميني هدومي في قلب الشارع وانا ساكنه من بلد لبلد انا دلوقتي أه متجوزه في سانتا بابايا في القاهره ركبت المواصلات وجيت وبابايا دلوقتي بيقول لي انت تطلقي وتاخدي حاجتك وتقعدي في بيتك بكرامتك بس ابنك مش هتاخديه لان هو شتمني قال لي يا ابني كذا كذا وشتمني انا من هرب ابني مش ابني ودلوقتي انا عايزه اطلع ومش عايزاه بس عايزه اخد ابني بابايا مش موافق ان هو يديهوني عشان شتم مبادله مين اللي مش موافق ان هو يديهوله؟ فانت رأي حضرتك ايه؟ هجر مين اللي مش موافق ان هو يديه له؟ ابنك معاكي دلوقتي؟ لا ابني هو واخده. هو اللي واخده؟ اه. وانتي مش عايزه ترجعي له؟ اه انا مش عايزه ارجع له بس بابايا هو شتم شتيمه وحشه جدا يا استاذ رضوى وقال له ما ينفعش. قال لي هتطلعي ابنك مش مش هتاخديه مش هيعيش معاكي في البيت هنا عشان هو شتم. عندك محامي؟ آه بابايا قال لا هو ابنك اللي انتي بس ابنك مش هتاخديه. انتي عندك محامي؟ آه لا بابايا اللي انت محامي. انا أنا أنا مش سامعة أنتي معاكي محامي؟ لا لسه هيقوم هيقوملي محامي لسه باباكي هيقوملك محامي طيب سأل... بصي يا هاجر خلينا ماشيين قانوني بس عايزة أ... بس عايزة أقول لك على حاجة ما حضرتك ما مع... أنتي مش شغالة التلفزيون فأنا كمان سامعاكي بالكاد ممكن طب نقفل التلفزيون ما التلفزيون ما عشان أيوة مع حضرتك بصي يا حبيبتي الراجل ده هيفضل آه، ابنك عنده كم سنه؟ الطفل 8 شهور لسه طيب هو هيفضل على الاقل على الاقل 20 سنه في حياتك على الاقل اه ومش هينفع نقطع الولد من ابوه حتى لو كان هو آه 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 علاقته بيكي غير سويه او عفوا غير محترمه تمام؟ معايا هجر؟ اه مع حضرتك حلو يبقى إيه إيه نهدي بقى الامور خالص انتي اتطلقتي هو يلام عليك يمين الطلاق اه اللي جاي ان احنا هنمشي قانوني أوه. اللي جاي ان احنا هنجيب محامي نوكل محامي أوه. آه آه اعتقد ان المحامي هيطلب منك انك تعملي اثبات حاله او كذا او بتاع اعملي محضر بحالتك انا م. انا خفت من اسم يبقى انت لازم تسألي محامي عشان ما بقاش بافتي ده قانون وانا ما اعرفش لكن أوه. انا المهم بقى عندي بالنسبه لي هاجر أوه. خلاص انتوا متطلقين دلوقتي اه الراجل ده كويس مش كويس هيفضل في حياتك 20 سنه حبيبتي على الاقل آه. الراجل ده كويس مش كويس لازم بابا يكون موجود وبابا ده احسن راجل في الدنيا وبابا ده احسن راجل في العالم وبابا بيصرف حتى لو ما ده أنا بيصرفش ده و... بيصرف علىنا وانا في بيته فأنا كده بيض عليا كتير والمصحف هي ده حالة انا مش عارفه ايه اللي حصل له انا ما ب... علينا ركزي معايا بيصرف ميش. ما بيصرفش بابا بيصرف أه. بابا بيشتم ما بيشتمش بابا جميل ده بابا سأل عليك حتى لو ما بيسألش ده بابا بعت اللعبه دي حتى لو ما بيبعتش لأنه انتي في الأول وفي الأخر انتي طلعتي بطفل من الدنيا دي حبيبتي ربنا يكرمك براجل غيره لكن الولد ملوش غير أمه وأبوه م. فأرجوكي حافظي بقى بعد ال بعد قصة المحامي حافظي على الحته الصغيره دي تمام تمام يا هاجر اوكي هكمل كلامي بعد الانفصال بيكون في عند احدى الاطراف بيتخيل انه لازم يلوي دراع التاني يعاقب التاني ويلوي دراعه من خلال الاطفال سواء كان في عدم السؤال سواء كان في عدم الصرف سواء كان في اختلاق المشاكل سواء كان في ان احنا بابا بيجيب الولاد ويقول لهم ده ماما هي اللي اتطلقت ده ماما هي اللي خربت البيت ده ماما هي اللي مش عايزه ترجع لي ده ماما عملت او العكس ساعات بيحصل العكس نلوي دراع بعض مش هتشوف العيال غير لما تعمل تجيب 5000 جنيه انا مش هوريك ابنك لحد ما مش عارفه تعملي ايه وهكذا انا عايزه اقول لكم انه بكلم كل ام او كل ست مطلقه دلوقتي تحديدا ست مطلقه لكل ست مطلقه آآ آآ جزاكي عند ربنا سبحانه وتعالى لكن عيالك ما لهمش ذنب عارفه انه بقت موضه ان الراجل دلوقتي يطلق ويرمي يطلق وما يصرفش يطلق ويقول لها اشربي يطلق وما يسالش عشان تخلي العيال تعيط فيرفعوا عليه سماعه التليفون يقولوا له ايه يا بابي ايه يا بابا انت ما تسالش علينا ليه فيقول لهم امكم عشان يكره العيال في امهم او يرجع لامهم من خلال العيال غصب عنهم عارفه انه في عارف احنا متطلقين زي بعض واحنا عارفين لكن العيال ما لهمش ذنب ولاد بقى او بنات ده ابوهم موجود جنب اساميهم في شهاده الميلاد. شيئته ام ابيتوا ده الرول موديل ده القدوه الحسنه ده السوبرمان للبنات اللي عندهم بنات ده بطل الابطال لو شوهتي صوره الاب النهارده بنتك اول راجل هتتكعبل فيه في حياتها هترمي نفسها في حضنه وهتبقى مصيبه. ابنك هيطلع معقد نفسيا وهيتجوز واحده هيطبق عليها كل اللي ابوه عمله في امه انا عارفه ان الضريبه بتاعت الست المطلقه دي بهدله انا عارفه سمعه بسم الله ما شاء الله دي مطلقه آآ آآ كم الرجاله اللي بت 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 بتاخد عنك فكره ان أنتي ست مطلقه فانت آآ مستباح ان هو او انتي مستباحه يعني سبيل يعني ها أه؟ انتوا فاهمين طبعا مش عارف رانا التلفزيون وحتى لو ينفع ما ينفعش احنا متعودين في اطفال وكده بس انتوا اكيد فاهمين عارفه ان هو رامي العيال بقى ومكبر دماغه ولا دكاتره ولا تمارين ولا دروس ولا وانت طبعا شايله الهم جدا عارفه انه في موضه دلوقتي انا بقعد دلوقتي مع ستات مطلقه كتير كلهم رجالتهم او رج... او ابو عيالهم ما بيصرفوش على عيالهم سبحان الله افتقروا فقر جماعي في فقر جماعي عم عملوا جمعيه اسمها فقر جماعي وانك لازم تنزلي تشتغلي انت مش عارفه تحطي العيال فين وتعملي ايه وترجعي تعصبي عليهم واحتمال تقعدي تعيطي بالليل انا عارفه عندي منه وعارفه الوحده عارفه الخمسه دول عشان كده قلت ان الطلاق مش سهل والضريبه عظيمه وحاجات وحشه كتير بس عند ربنا سبحانه وتعالى شوفي بقى بعد كل بقى القرف اللي انا قلته ده من شويه هو قال ان مع العسر يسر مع مش بعد مش قبل مع العسر يسر فلازم تبقى لازم تبقي مصدقه انه على قد ما بتشوفي الوحش هيجي معاه الخير فجاه هو ربك قال كده خليكي بقى ايه مصدقه خدي القلم وانتي واقفه زي ما انا بعمل اهو يعني عايز تديني أنا وأنا ما هو موجود حيصد عني الألم. ولا تسيبي نفسك لانكسار. ولا تسيبي نفسك لهم. ولا تقولي ليه يا ربي حصل لي كده؟ ولا ليه يا ربي كتبت عليا كده؟ ولا استغفر الله العظيم يا رب أنا في يوم من كنت بقول كده بس بعد ما ربنا لما شافني صبرت شوية فقال لي خدي بقى خير أهو. خدي بقى شوية خير لأن أنت صبرتي وفي حاجات كتير قلنا عليها لأ. يعني فرب الكريم رو ابتسمي وصدقي والله العظيم صدقي ان ربي كريم فربنا هيرزقني عشان خاطرهم ربنا هياخد بايدي عشان خاطرهم ربنا هيقويني عشان خاطرهم ربنا هيخلي هيدخل في حياتي بهجه عشان خاطرهم هيديني راجل محترم لسه من ثلاث ايام سمعت قصه غريبه جدا ست اتجوزت اربع مرات خلفت من راجل واحد بس فيهم والتلاته التانيين لا تتجوز وتطلق وتتجوز وتطلق وتتجوز كل مره يقولوا هي السبب هي السبب هي السبب لحد ما الله اكبر بسم الله ما شاء الله اتجوزت راجل ما بيخلفش حاطت العيل او الطفل جوه نين عينيه بيبوس التراب يا حبيبتي اللي هي بتمشي عليها خامس جوازه خامس جواز وصغيره في السن مش كبيره لكن الله اكبر اللهم بارك حياتها جميله جدا صدقوا ان ربنا كريم ربنا هينصركم صدقوا ان ربنا كريم هيقف جنبكم هيرزقكم هو اللي عنده خزائن المال ما تزعيش نفسك يا حبيبتي انا بكلم كل ست مطلقه ما تزعيش نفسك اللي احنا فيه ده ارحم ميت الف مره من السواد اللي احنا كنا شايفينه اماني ازيك يا اماني لسه ما مشكلة المشكله اماني ارجع بقى تاني على الكرسي اماني الو مساء الخير يا امين نوري فندم ازيك يا فندم اهلا فاند فندم انا اول مره حد يقول لي يا فندم في البرنامج ده بجد قولي لي يا حبيبتي بصي انا مطلقه ومعايا اربع بنات تمام بسم الله ما شاء الله تمام فباباهم كل ما يطلبوا منه حاجه لبس او اي حاجه بيقول لهم لا معيش وهم البنات بيجوا يقولوا لي ماما بابا لابس هدوم جديده وجواكب جديده وما ايه وما حد من اهله عارف يتدخل في الموضوع لما كلمت اخوه فبيقول لي طيب خلاص هو ظروفه قلت له لا هو معاه فلوس مش ما معهوش فسايب كل المصاريف عليا انا بس انا اللي بجيب وانا اللي باكل وانا اللي بلبس وانا اللي بخرج كل حاجه حتى معاملته معاهم هم حاسة بيقولوا لي بابا بعد ما طلقك رمانه اساعدك ازاي يا فانا انا مش عارفه يعني انا دلوقتي ما فيش حد من اهله راضي يتدخل في الموضوع ان هم يخلوه يصرف على ممكن على ترفع ممكن ترفعي ممكن ترفعي قضيه؟ لا 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 انا مش عايزه اوصل للمرحله دي انا معاكي انا معاكي انا معاكي انا معايك أنا, معايك انا من الناس اللي بتقول اه 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 لو انا معايا قدره ماديه على الصرف ما اخشش اه محاكم عشان سمعه عالي انا معاكي انا بسالك طيب عايزه تعملي ايه؟ أنا أنا عايزة حل إن البنات خلاص بقى حالتهم النفسية بقت تعبانة جدا من أسلوبه معاهم. يعني أنا عايزة أعرف أتعامل معاه إزاي علشان بناتي، عشان بناتي حاسة إن نفسيتهم بقت تعبانة أوي. بصي يا ميني إذا كنت إذا كنت إنت عندك القدرة المادية إن أنت تصرفي على البنات احتسبي اللي إنتي بتعمليه عند الله خير وان شاء الله ربنا هيجازيكي الف خير، ده نمرة واحد. بس ساعات نمر... ما بيبقاش معايا اصرف، يعني ساعات في وقت ما بيبقاش معايا. اشتغلي يا أميني؟ اه أنا بشتغل. هو بيصرف على مدارسهم؟ آه هو بيصرف على المدارس بس في جزء منهم من المدارس برضو عليا أنا. أميني ممكن تسيبيني نمتك في الكنترول؟ دلوقتي حالا؟ وانا هتصرف؟ أوكي. مشاهداتي عزيزات ولا تقولي قصة تانية ولا تفتحي ولا كلمة نرجع بقى للابتسامة الحلوة نرجع الحلقة الجديدة هنبتديها دلوقتي بتقرير صغير جدا ونرجع لكم من هي وبس مساء الخير انا منى جمال ميك اب ارتست النهارده هنتعلم ازاي نرسم الحواجب هنستخدم نشوف الادوات اللي احنا هنستخدمها هنستخدم لون غامق لون فاتح لون افتح وده جل عشان لو احنا عايزين نحوله لجل لاينر زي اللي بنستخدمه من هنرسم بيهم من الحواجب فرشه حواجب بالشكل ده بتبقى صغيره جدا وبشكل مدبب فرشاة لتسريح الحاجب ومسكره شفافه جل ولو احتجنا او دي احتاجناها او ما دي مسكره بلون هنبدا مع بعض نشوف ازاي الخطوات وازاي نرسم الحاجب ويكون شكله بسيط وشكله طبيعي زي ما انتم كده شفتوا بالظبط ان احنا رسمنا الحاجب بشكل طبيعي استخدمنا لما جينا نعبي الحاجب عبيناه من الاخر او من النص وبعد كده سرحناه بالمسكره الشفافه وعشان يبقى بدايه الحاجب تاخد لون خدنا استخدمنا المسكره اللي فيها لون احنا مع بعض هنا بنستخدم ادوات قليله جدا عشان تبقى سهله عليكي وتعرفي تستخدميها اتمنى من كل البنات لما يجوا يرسموا حواجبهم يرسموها بالشكل الطبيعي ده ما يرسموهاش مربع من البدايه ويبين ان انا شكلي مش طبيعي او شكلي فيك شكرا جدا